الغربال، والعشرة ممكن، التاسعة كان عنوانها القضية ممكن، أطلقها عصام الشوالي ورشقت سبحان الله، كان مبخت جدا. هو الإفيهات اللي بتيجي كده لأن الجون جه مع هذا التعليق صحيح، يعني وهي بتترفع بس برضه ده حس عالي قوي بصراحة. شوف يعني كان موفق محظوظ، هو بقى التوفيق. ايوه انك انت ايه يعني زي ايه بيبو بشير بيبو بشير يوم تسر، ده عصام محظوظ زي قفشه، الاثنين اتسجلت. ما الاثنين، ما انا بقول لك اهو كابتن مدحت لحد النهارده بيبو بشير معاه بالظبط، عملت فيلم صحيح. الله يعني صحيح الافيه والقضيه ممكن هتبقى فيلم برضه، خد بالك القضيه ممكن لان هتستحضرها انت وغيرك خلاص، مش هتبقى حكر عليك. اي فرقه تستطيع تستفيد من فوز بهذا في الوقت القاتل بالطريقه بالدراما العاليه دي، يكون في تنبؤ بهذا الشكل الموفق. لا يعني كانت طبعا، ومع جمهور الاهلي هي علمت، لان القضيه ممكن القضيه، مع ان انت شكل الهجمه في البدايه ما هو ده التوفيق بتاع عصام بقى الشوال، انك انت فجاه حاسسها وانها ممكن تعمل خطوره، ممكن العشرة اللي قضيه ممكن راحت جايه وقضيه بشوطه قاضيه، يعني شوطه فيها ابداع، شوطه فيها توفيق، انك تاخدها على فخدك وفي تايمنج، انت بتقتحم بين اتنين لعيبه وبعدين تاخدها وقبل ما تنزل على الارض تاخد قرارك انك تشوط. انت كنت رائع لما لاحظت ان بن شرقي وهو باصص للزاويه اللي رايحه فيها كوره، هي دي باصص على الحته اللي رايحه لها. صحيح. عشان كده لما الاتحاد الافريقي اجرى قرعه البطوله الجديده قلنا ان شاء الله العشرة ممكن، العشرة هتبقى مهمة جدا. الاهلي وهو بيخطو خطوات مهمة في طريق الفوز باللقب العاشر في دوري الابطال، القرعة حطته في مجموعة متوازنة، ناس كتيرة قالت فيها كلام كتير، عشان كده هنقف النهاردة في الغربال مع بعض تفسيرات هذه المجموعة. ده دور ال 16، انتوا عارفين ان ال 16 فريق اللي تأهلوا بيتقسموا لاربع مجموعات، كل مجموعة فيها الاربع فرق، والاربع فرق هيصعد الاول والثاني لدور الثمانيه، اللي وقتها وده اللي بناكد عليه لحضراتكم، وقتها هتتعمل قرعه جديده. يعني الفرق هيصعد اول وثاني كل مجموعه، هتتعمل قرعه جديده لدور الثمانيه اللي هيبقى بنظام خروج المهزوم، لان الناس كتيرا انشغلت طب المجموعه الاولى اللي هيصعد هيلاعب مين المجموعه انهي، لا هتبقى قرعه باستثناء قرع مش هتجنب الفريق انه يواجه فريق من نفس مجموعته بس، لكن الاوائل مع التواني، انهي تاني مجموعه وانهي اول مجموعه القرعه مطلقه. المجموعه الاولى الاهلي معاه فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، المجموعه الثانيه فيها مازيمبي وصن داونز والهلال وشباب بلوزداد الجزائري، الثالثه بيلعب فيها الوداد وحوريا كوناكري وبترو اتلتيكو وكايزر تشيفز، المجموعه الرابعه الترجي والزمالك ومولوديه العاصمه الجزائري وتونجث السنغالي. اتفضل. لا يعني خلاص دي المجاميع ومساله التوريخ وهتبتدي امتى بتاع كل ده انا ما بتوقفش عنده، لانه الناس كلها هتاخده من زاويه الاختصاص، ما حدش. بس هي في نقطه في الجوله الاولى الحقيقه، لانه كمان الاهلي رايح بطوله كاس العالم للانديه، البطولة هتخلص 13 فبراير، الاتحاد الافريقي حاطط للاهلي مباراة في الجولة الأولى يوم 12 أو 13 فبراير، عشان كده دي جولة بإذن الله الاهلي يكمل هو بقى في كأس العالم للأندية. الاتحاد الافريقي يراهن على إيه؟ إن الاهلي مش هيكمل. هو يعني بيحط ميعاد لو ما كملتش المباراة موجودة. طب بإذن الله يقدر الله وتحدث ويكمل حتى يكمل قريب من هذا الميعاد، مش ضروري يكمل على يعني لو دخلت الدور قبل النهائي برضه يبقى مباراتك لازم تتأجل في كل الأحوال. فأنت يعني هو حطها كده ومنتظر ايه اللي هيحصل.